بابا بس يعرف اكيد رح يجن. يا الله ليش كل شي بيجي ورا بعضه؟ طيب انا شو اللي ذنب بكل هالشي؟ دخيلك يا رب. روقي حياتك بخير، رح تعيشي. انا ما فهمت قصدي اللي بصير يفكر بالموت بصير يدور على ذنوبه. انت حابب تستلمني كالعادة. خدي اشربي مي. يسلموا ايديك. انت منيحة؟ جولي؟ ايه منيحة. أنا وصغيرة كنت كتير بحب البحر وبموت فيه، يعني أنا لهلا أكيد بحبه، بس وقتها كان غير شكل. ما كنت أسأل أبدا على الوقت وأنا فيه، بسبح مثل السمكة. كان شعري يتموج لما كنت أسبح تحت المي. خيالك كتير واسع من أنت وصغيرة جولي. من ورا القصص اللي حكت لي اياهم امي. حورية البحر اكثر قصة بتحبيها ما؟ ايه حضرتك بتعرف هالقصة؟ اي طبعا بعرفها. عن جد كنت حبها كثير ما عدا النهاية. طبعا كنت ازعل من كل قلبي لانه الحورية ما بتتزوج من الامير. فيني اعرف مين اميرك؟ هل عن جد مجد أميرك؟ هلا أبو لمجد واحد تافه كتير وحضرتك شفته كمان. مسكين مجد. ولا أم مجد؟ أبويا اللي قتل أمه لمجد من كتر الضرب، متخيل وجعه؟ مجد ما بيشبه أبوه بالمرة، ومن صغره حامل هم كبير، وطبعا بيخبرني بكل شي. ما بيقدر يكذب علي وما بيخبي اي شي. يعني ما بعرف شو بدي اقلك، مشكلتي اني ما بدي اجرحه. حسب يلي سمعته منك مجد مانو اميرك، بس يبدو انت اللي صرتي اميرته. هلا ايه هو مجد بيقدرني كتير، بس يعني جوري أنا سمعت كل قصتكم، بس بدي أسألك سؤال واحد. أنت عن جد بتحبي لمجد؟ خلص وصلني الجواب. طيب ليش عم تعملي هيك جوري؟ شو هو اللي ليش عم بعمله؟ قصدي ليش بدك تتزوجي من واحد ما بتحبيه ابنه؟ جوري ممكن تطلعي بعيوني وتجاوبيني؟ ما حاتزوجه. طيب حضرتك بتحبها لتوليب خانم شي؟ شفت شلون؟ ما قدرت تجاوبني جواب واضح.
ألو ألو، شو عرفتوا؟ لقينا سيارة عمر بيك مصفوفة بالمارينا. طيب شكراً كتير إلك. بعد سنين طويلة لما رجعت شفتها لتوليب تأثرت فيها كتير، بس بصراحة ولا بعمري حبيتها. انت عن جد عم تحكي؟ يعني انا كان قصدي من كلمة عن جد هي، كيف اشرحها؟ انا قصدي لك ليش، يعني كيف؟ كيف يعني؟ يعني انت عم تحكي عن توليب سيباهي الحلوة كتير، الذكية والموهوبة، حتى بالنسبة إلي هي داهية. هلأ حضرتك فاجأتني بهالحكي. برك الشي اللي عم ادور عليه هو شي تاني. شو ما بحق لي يعني؟ بلا بحق لك طبعا، هو يعني طبعا هو بالآخر بضل القرار لحضرتك أكيد. المهم حضرتك تعرف على شو عم تدور. بصراحة أنا بعرف منيح على شو عم دور، وهلأ لحتى فهمت. ما فهمت. عن البراءة اللي بتشبه براءتك. انتي مثل ورد الأقحوان اللي بتحبي، حلوة وحساسة ونظيفة كمان، وما في بقلبها شر أبدا. عن جد هيك بتشوفني دكتور؟ انه ما فيني شر ابدا؟ انت انظف وحدة شفتها لهذا اليوم، وابرأ وحدة. هذا هو احساسي تجاهك، وهذا رأيي فيكي من اول مرة شفتك فيها. لسه متذكرة حادثة الورود مو؟ يعني وانت عم تعترفي باخطائك، أكبر خطأ شفته لما سرقتي فستان توليب اللي كانت بدها تكبه. شو بردتي؟ وصلوا أخيرا. مو قلت لك أنا؟